السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من جرائد نبدأها بأبرز العناوين. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم: محليا في الراية الخليفي، قطر 2022 ستتلألأ بقلوب أبنائها وأمنها واستقرارها، صراع برازيلي على نيمار في الوطن، جاسم بن محمد خسرنا 12 نقطة بفعل فاعل، فهد العمادي كتب في الوطن أنديتنا تعاني من ديمقراطية المجاملات، إبراهيم فلاميرزي كتب في الشرق الانتقالات الشتوية التغيير ضرورة، في العرب جمال بلماضي ضغط البحريني سيفيد اللاعبين آسيويا، عربيا في الرياض فيصل بن تركي أتمنى من الحكام عدم مساعدتنا بالحصول على بطولة الدوري، أسد تقي كتب في القبس الكويتية مناشدة للفهد، في المنتخب المغربية البنزرتي بايرن العملاق يستحق اللقب، المنتخب المغربية غوارديولا تماسك لاعبي البافاري سر التفوق، في الصباح المغربية العسكري متفائل بالفوز بمونديال الأندية 2014، عالميا في الميرور البريطانية فان جال يتصدر الترشيحات لتدريب توتنهام، في الديلي ميل البريطانية ميسي في مان سيتي الحلم لم يعد مستحيلا، في لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية كاكا الفوز على الإنتر والهدف رقم 100 هدية كريسمس رائعة، في آس الإسبانية سيميوني لو مددوا التصويت على الكرة الذهبية لأصبح كوستا منافسا. الحدث كان أمس في مراكش، بايرن ميونخ الألماني توج عامه الأسطوري بلقب بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم بعد فوزه على الرجاء البيضاوي المغربي بهدفين نظيفين في المباراة النهائية. بايرن انتزع فجر اليوم بتوقيت الدوحة لقبا جديدا ليكون ختاما رائعا لأفضل عام في تاريخ النادي البافاري، كما توج بلقبه الأول في بطولات كأس العالم للأندية من خلال أول نسخة للبطولة تقام في المغرب. بايرن ميونخ أنهى مغامرة الرجاء الذي حقق بدوره إنجازا تاريخيا ببلوغه المباراة النهائية للبطولة ليكون أول ناد عربي يحقق هذا الإنجاز، وثاني ناد فقط من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية يصل للمباراة النهائية في مونديال الأندية. مونديال الأندية سيكون محور حديثنا مع ضيفنا الكابتن سعيد زرقي المدرب والمحلل المغربي أو رزقي المحلل والمغربي الذي سينضم إلينا بعد قليل بإذن الله، لكن قبل ذلك سنذهب إلى جولة سريعة محليا. ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ومدير عام قنوات الجزيرة الرياضية أكد في حوار مع جريدة الراية أن قطر أبهرت العالم بملفها التنافسي لاستضافة مونديال 2022، فلم يترك الملف برئاسة سعادة الشيخ محمد بن حمد الثاني وفريق عمله أي صغيرة أو كبيرة إلا وتطرق لها وتم الترويج للملف في كافة القارات. لا أرضى لأحد أن يتهم بلدي بأنها لا تستحق المونديال، فقطر سوف تضيف الكثير لهذا المونديال، فكما أشار شعار اليوم الوطني فإن قلوبنا موارد عزنا وسوف يجد الجميع في قطر الأمن والأمان والسلام والاستقرار والإمكانات الهائلة في أن يعيش الجميع أغلى وأحلى أيامهم مع كأس العالم، كما أن قطر أصبحت مركزا إعلاميا هائلا لنقل المونديال لكل العالم بكافة تفاصيله من خلال قنواتها الفضائية العالمية، من خلال قنوات الجزيرة الرياضية وغيرها.
جريدة الراية ونقلا عن جريدة جلوبو البرازيلية أعلنت أن هناك صراع برازيلي برازيلي على محترف الريان نيلمار دا سيلفا. الجريدة أشارت إلى وجود منافسة قوية بين ناديي بوتافوغو وإنترناسيونالي وكلاهما يسعى بقوة لخطف اللاعب. نيلمار أكد رغبته في العودة للبرازيل من أجل أن يكون قريبا من الجهاز الفني لمنتخب السامبا وبالتالي ينال فرصة المشاركة مع منتخب السامبا في المونديال القادم. أنا متشوق للدفاع عن ألوان فريق إنترناسيونال ورؤية الملعب فل في ظل الحضور الجماهيري الكبير في الدوري البرازيلي، ولكن لن أضغط على إدارة نادي الريان للخروج من النادي، خاصة أنني أحترم تعاقدي مع النادي. لو نجح نادي إنترناسيونال في إقناع مسؤولي الريان وأن يبرم اتفاقا لأعود إلى الدوري البرازيلي سأكون سعيدا للغاية، خاصة أنني ما زلت أتمنى العودة للفريق وأن ألعب في منتخب السامبا تحت قيادة المدرب الكبير لويس فيليبي سكولاري. الشيخ جاسم بن محمد الثاني رئيس جهاز الكرة بنادي الوكرة أعلن أن فريقه ينقصه النفس الطويل وهو ما كان سببا في تراجع نتائجه في الدوري مؤخرا. الشيخ جاسم أضاف هذه الميزة توجد لدى ناديين أو ثلاث على الأكثر، أضف إلى ذلك وجود مؤثرات خارجية نالت من الفريق مثل شبح الإصابات. الشيخ جاسم انتقد الحكام أيضا وقال الوكرة ضحية الحكام الذين نحترمهم، ولكن التمادي في ارتكاب الأخطاء ضدنا سواء كانت أخطاء مقصودة أو غير مقصودة فهي غير مقبولة بالمرة. الاستثناءات ذبحت الأندية القطرية وهي التي تصنع الفارق بين فريق كبير ينافس وآخر يصارع من أجل البقاء، فهناك فرق لو ألغيت عنه الاستثناءات ستنكشف وقد تجدها تهبط إلى دور الدرجة الثانية. والوكرة ليس لديه لاعب مجنس واحد ونعتمد على اللاعبين المواطنين، لذلك نحن فقط من يدفع الثمن. الوكرة دفع ثمن أخطاء الحكام في القسم الأول وليس لدينا استعداد لخسارة المزيد، وكما يقولون لدي ما يثبت صحة كلامي بالمستندات عبارة عن تسجيلات بالفيديو أهديها لرئيس اللجنة هاني بلان، وهذه التسجيلات تؤكد أن الوكرة خسر من 9 إلى 12 نقطة بسبب الأخطاء الفادحة للحكام وكان آخرها أمام الأهلي. فهد العمادي الكاتب.